أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. كشف تقرير خاص بوكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة أن الحرس الثوري الإيراني بدأ في استخدام طرق جديدة عبر الخليج لنقل شحنات أسلحة إلى حلفائه الحوثيين. وأبلغت مصادر إيرانية وغربية وكالة رويترز أن إيران كانت ترسل أسلحة ومستشارين عسكريين إلى الحوثيين إما مباشرة إلى اليمن أو عبر الصومال. اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على مدينة موزع غربي تعز. اعتراض الصاروخ جاء بعد ساعات من غارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت 3 مركبات للمتمردين. اتهم وزير الخارجية الأمريكي ريك تيلرسون إيران بانتهاك ما وصفه بروح الاتفاق النووي الذي وقعته مع الغرب، وأضاف أن الاتفاق تجاهل الأخطار الأخرى التي تشكلها طهران كمنظومة الصواريخ الباليستية وتصدير الإرهاب لليمن وسوريا، مؤكدا أن بلاده ستستمر في متابعة مدى التزام طهران بالاتفاق. أفادت مصادر ميدانية أن قوات النظام السوري وميليشيات حزب الله اللبناني أغلقتا طريق حلب عفرين تماما أمام حركة المدنيين. وقال شهود إلى ميليشيات حزب الله شيدت وبمساندة من قوات النظام سواتر ترابية عالية بعد اشتباكات بين الميليشيات الإيرانية وقوات سوريا الديمقراطية في محيط البلدتين. أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة وقوف بلاده إلى جانب المملكة في تصديها للإرهاب بجميع أشكاله وضد كل من يدعمه ويموله. وأكد ملك البحرين لدى وصوله جدة وقوف العالم الإسلامي مع السعودية في مساعيها ودورها في الدفاع عن الأمة الإسلامية ونصرة قضاياها، كما شدد على متانة العلاقات التي تربط بين البلدين على كافة الصعد. أعلنت مصادر أمنية في أفغانستان أن انفجارا وقع في إقليم باكيتيا بجنوب شرقي البلاد صباح اليوم، وأشارت تقارير أولية إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى. وبحسب التقارير الأمنية فإن انفجارا نجم عن قنبلة مغناطيسية زرعت داخل السيارة، ولم تعلن أي من الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية ومن بينها طالبان أي مسؤولية لها حتى الآن عن الانفجار. أعلن نادي برشلونة الإسباني أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أبلغ زملائه في الفريق برحيل عن النادي الكاتالوني. وكان المهاجم الدولي البرازيلي حضر إلى مقر تدريب فريقه وغادر بعد وقت قصير دون المشاركة في التدريب. وتتحدث التقارير عن انتقال نيمار إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة يتوقع أن تبلغ 222 مليون يورو وستكون الأكبر في تاريخ كرة القدم. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.